ينضم الينا للتعليق على هذا الموضوع الكاتب الصحفي سيد احمد عجاج. اهلا بك سيد احمد. يعني على الرغم من هذه الدعوات لحمله الكراهيه ضد المسلمين، لكن حتى الان لم يتم تسجيل اي حوادث ضد مسلمين بحسب ما رصد المتابعين. لماذا برايك؟ هل مرد ذلك الى الحمله الامنيه والاستعدادات والتاهبات الامنيه التي حالت دون ذلك، ام ان هذه الحمله حمله الكراهيه غير جاده وغير خطره الى هذه الحد برايك؟ هي قد تكون يعني سببها أنها غير جادة، وهي غير جادة بالطبع، لأن الذين قاموا بها ومن الطريقة التي أعلنوا عنها لا تنم على أنها جادة، حتى أن بعض المنظمات اليمنية المتطرفة قال بعضها أن لا علاقة لهم بها، لكن قد يكون بنفس الوقت يعني يقظت الشرطة ويقظت المسلمين والتضامن الواسع الذي حظي به المسلمون في بريطانيا. ولكي أقول لك أن في أدنبرا سيقام يعني احتفال لمناصرة المسلمين ولمناهضة العنصرية، وكذلك في يوركش في ليستر نوتنغهام عفوا سيقام حب مسلما، كذلك حفلة لدعم المسلمين والتعاطف معهم. يعني الوضع في بريطانيا كان مضادا لهذه الدعوة العنصرية، وبالتالي يعني وهذا نشكر الله أنه لم تسجل أي شيء، لكن أقول أن طبيعة المجتمع البريطاني أنا أكررها دائما تختلف عن بقية المجتمعات الأوروبية. المجتمع البريطاني أكثر انفتاحا وأكثر تعددية ثقافيا، وهذا يعود بالدرجة الأولى برأيي إلى طبيعة بريطانيا كدولة يعني تاريخيا منسجمة مع شعوب العالم ككل، وهذا ما يفسر إلى حد كبير يعني هذه الحملة التي قامت ضد هذه الظاهرة يعني العنصرية. من غير الممكن التهوين بهذا الشكل أيضا سيد أحمد من مخاطر هذه الحملة، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف ووجود فعلا العديد من الأطراف المنادين ب هذا النوع أو هذه اللغة من الفكر المتطرف ضد المسلمين، وبالتالي ما تأثير هذا النوع من الحملات على الجاليات المسلمة في بريطانيا وعلى اندماجهم في المجتمع البريطاني؟ يعني كلامك صحيح والسؤال في محله. يعني الخطورة أن هذه الرسالة التي لا نعرف مصدرها والشرطة التي تحقق بها ووحدة مكافحة الإرهاب لأنه اعتبرت عملا إرهابيا أنها بسيطة، لكن المشكلة أنها تم تداولها بسرعة وأخذها المسلمون يعني بكامل الجدية، فأعطوا أكسجين الحياة لهذه المنظمات العنصرية وبدأت تتفشى أكثر. لكن أعتقد أن ردة الفعل البريطانية على هذه الحملة يعني تدعو إلى التفاؤل وتدعو إلى أن المجتمع مترابط وأن المواطنة قوية، لكن على المسلمين أنا أعتقد يعني أن لا يروجوا لتلك هذه تلك الدعاية، لأن هذا ما يريده العنصريون من هذه الحملة أن يروج. وكيف ذلك هنا هذا الدور المطلوب الآن؟ يعني وخاصة أن سيد أحمد هنالك حملة مقابل هذه الحملة، حملة أحب مسلما، ما هو الدور المطلوب من الجالية المسلمة لمحاربة هذا النوع من الفكر المتطرف ولنشر التسامح في المجتمع البريطاني وبينهم وبين الجاليات المسلمة؟ يعني بالدرجة الأولى يعني الذي دعا إلى هذه الحملة ولهذه الكراهية الأعمال الإرهابية التي حدثت في بريطانيا، أن مسلمين بريطانيين مواطنين قاموا وقتلوا أبناء بلدهم، وهذا ما أدى إلى هذه الحملة. على المسلمين الآن أن ينبذوا تلك الأفكار المتطرفة وأن يحارب أي متطرف من ضمنهم وأن يسلموه إلى السلطات، يعني أن لا يتكتموا ولا يقول أنه من جنسنا ومن ديننا، لا على العكس تماما، هم في بريطانيا يجب أن يكونوا مواطنين بالدرجة الأولى، وأن أي فكر إرهابي يجب أن ينبذوه، وإذا ما فعلوا ذلك فأنا متيقن تماما أنهم سيندمجوا في المجتمع البريطاني ويعيشوا عيشة كأي مواطن بريطاني آخر. طيب سؤال أخير، من المستفيد من وراء هذه الحملة، حملة عاقب مسلما؟ بالطبع يعني الأحزاب العنصرية، أنت تعرفي الأحزاب العنصرية تقوم على أيديولوجيات متعددة، وهي الكراهية للغرباء، الكراهية للأوروبيين يعني الاتحاد الأوروبي، العنصرية البيضاء، كل ما هو أسمر يعادونه لأنه يعتبرون أنهم أرقى منهم. هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة هي نوعان، نوع يؤمن بالعملية الديمقراطية ولم يستطع أن يفوز بأي شيء، وخاصة الحزب القومي البريطاني مؤخرا حيث خسر كل مقاعده في البلديات، وحزب آخر انفصل عن هذه الأحزاب اليمينية
الشرعية التي تؤمن بالديمقراطية، وأصبح متطرفا يعمل في الخفاء ويحاول أن يثير النعرات، وهو الذي يقف وراء مثل هذه المحاولات، أي أنه خلق الانقسام داخل المجتمع الواحد وتصوير المسلمين وكعلهم أنهم غرباء ليس لهم أي وجود في هذا البلد وبالتالي يجب طردهم. هذه هي المشكلة الأساسية في أحزاب اليمين، ولكن الحكومة البريطانية متيقظة لهذه الحملات وأصدرت قوانين جعلت أن أي حزب يقوم بهذه الأعمال يعتبر حزبا محظرا وخارج على القانون. وقد أغلقت البريطانية الحكومة البريطانية حزب العمل القومي ناشونال أكشن لأنه يعني حزب متطرف يدعو إلى الكراهية، وسجنت بعض الأحزاب المتطرفة. لا تقتصر فقط سيد أحمد على أحزاب اليمين، ولكن أيضا هنالك متطرفين ومتشددين مسلمين. إلى أي مدى يستفيد المتطرفون المسلمون من هذا النوع من الحملات وبشكل يسيء لصورة الإسلام الحقيقي بتعاليمه السامحة؟ باختصار لو سمحت. صحيح، أنت تعرفي أن المتطرفين لا يعيشون إلا على التطرف، فهم يعتبرون أن هذا النوع من الرسائل هدية من السماء لهم، وبالتالي يحاولون أن يقولوا للمسلمين انظروا مهما فعلتم فأنكم لن تكونوا مقبولين في هذا المجتمع. أعتقد هذا كلام يعني فارغ لا طعم له، وعلى المسلمين وهم يعون بالطبع، يعني هناك منظمات إسلامية موجودة وهناك يعني مسلمون لهم وجود في هذا المجتمع وتجار ومثقفين أصبحوا يعرفون مخاطر هذه الأمور، وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل لأن المسلمين سيندمجون في المجتمع البريطاني ويكونون مواطنين كما غيرهم من المواطنين البريطانيين. أشكرك جزيلا سيد أحمد عجاج الكاتب الصحفي من لندن. أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام.